جاء في سنن الترمذي وعند ابن أبي الدنيا في تحريم أو في تحريم آلات الملاهي، في ذم الملاهي، من رواية عمران بن حسين. والحديث ده فيه تهديد عجيب، فيه وعيد عجيب. خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي قذف. القذف ده حجارة من السماء تقع على الناس. سيكون في أمتي، ده ما في أمة تانية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون في أمتي قذف من السماء ومسخ. المسخ يتمسخ الإنسان لحيوان آخر، كويس؟ ومسخ وخسف. الخسف ده لتعب، حتى جاءت في بعض الروايات يقال خسف اليوم ببني فلان. الناس بتونسوا عادي، يقول لك تخيل لنا في المايقومة حفلة شغالة كلها جوا، خسف اليوم ببني فلان، كويس؟ قال: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان. القيان جمع قينة، والقينة المرأة المغنية. قال: إذا ظهرت القيان. الآن في حي ما فيه، في أي مكان، بس القاسي الناس المغرب جه طوال الحفلة تبدأ وجيبوا لهم فنانات. أنا ما أعرف ده شنو ده، أصدق لو حلال عليك. أنا بسمع لناس زي ديل، قول حلال. واحدة شغالة بتغني المزاد في بحري والشعبية يا وين، والغرابة وين، والجعلين وين، يا ناس أصدق لو حلال بسمع لي ده. فوضى، فوضى وسذاجة غريبة جدا، ده شنو ده يا أخي ده؟ قال: إذا ظهرت القيان وشربت الخمور. الآن الخمور بأنواع، خمور أجنبية وخمور محلية. داي زور راغب تشرب خمور أجنبية، تشرب ويسكي وبتاع بيعالج ديك في قزاز كده ظريف. داير الخمر البيجاي دي المليانة سفنجات وعواليق، ودي أمشي أشرب خمرة دي. ظهرت الخمور وظهرت القيان والغناء الفاحش والبذيء، كل ده موجود في مجتمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خسف ومسخ وقذف. سبحان الله. الصحابة رضي الله عنهم ومن حمل عنهم العلم كمجاهد بن جبر والضحاك بن مزاحم وعكرمة من تلاميذ ابن عباس من التابعين فسروا هذا التفسير، وعلى هذا التفسير جماهير المفسرين وعامة أهل العلم المقتدى بهم في الدين. قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري، لأن المغنية كانت تشترى زمان، بيشتروا المغنية ذاتها. الآن أنت ما تقدر تشتريها، هي بتشتريك، الفنانة تشتريك هي. الآن محترمات، ويكتب عنا في وسائل الإعلام، وتعقد برامج في تلفزيون راديو غيره للترويج لمغنية أو لفاجرة أو لفاسقة. على كل، زمان تشترى المغنية. لذلك جاء في المسند عن أبي أمامة الباهلي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي ذلك نزلت الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية من سورة لقمان.